وعلى هامش حفل تسليم وحدات مشروع الزلاجة الإسكاني، قدم الدكتور جمعة بن أحمد الكعبي وزير شؤون البلديات والتخطيط العمراني عرضا تفصيليا لسمو الشيخ عبد الله بن حمد الخليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك المفدى حول مراحل مشروع تطوير ساحل قرية الزلاج. ويتضمن المشروع ساحلا عاما ومرافق للترفيه العائلي ومرفأ للصيادين على امتداد واجهة القرية البحرية، ومن المؤمل أن يكون المرفأ أول المشاريع التي سيتم افتتاحها بحلول ديسمبر من العام الجاري. كما يهدف المشروع إلى المحافظة على ساحل القرية والواجهة البحرية بأكملها لأهالي القرية بما يلبي تطلعاتهم واحتياجاتهم، مع الإشارة إلى أنه تم التنسيق مع المجلس البلدي لبلدية المنطقة الجنوبية لتحديد احتياجات صيادي القرية. تنفيذا لتوجيهات القيادة الرشيدة عملنا مخطط متكامل للتنمية الحضرية بشكل عام لمنطقة الزلاج، تتضمن يعني بنية تحتية وفتح للطرق وتوفير مواقع للخدمات العامة مثل الموقع الإسكان اللي تم بناء عليه هذه البيوت التي تم يعني تسليمها اليوم، وأيضا من ضمن هذه التنمية اللي هو وجود يعني ساحل إلى هالمنطقة وأيضا إنشاء مرفأ. الوزارة حرصت وبناء على توجيهات الحكومة المقرة بإنشاء يعني مرفأ بميزانية وقدرها يعني 1,800,000. كما تم إعداد مخططات إلى الساحل يعني على طول كيلو يعني متر على طول الواجهة العمرانية لمنطقة الزلاج. وايضا قمنا ب يعني استملاك يعني بعض الاراضي اللي توفر يعني المرافق العامه للساحل وايضا للمرفأ، وبلغت التكلفه يعني الاجماليه للمرفأ والساحل يعني 3,600,000. والوزاره الان يعني تقوم بانشاء هذا المشروع المتكامل من يعني مرفأ ومن مرافق عامة على الساحل ومن تطوير الساحل ليكون هذا الساحل يعني ساحل بيكون ساحل رملي يستطيعون الأهالي يعني استخدامه للسباحة، وأيضا بيكون هناك يعني ممشى على طول هذا الساحل وفي بعض المقاهي، وعملنا يعني تشجير وتجميل إلى المنطقة، فإن شاء الله بيكون المشروع يعني متكامل لأهالي المنطقة.